مرت بابا كنت قبل صاحبتي وما عم بش نخطبها. قال لي راني مارس بيها كتبت الزديق. يا بابا راني متجيش راه الفاز اللي عملته. قال لي توين نحبها. قال لي معاش نجم نسلم فيها. غير لي على الوراق على الأحوان تاع أمي وغير لي على أوراقي وغير لي على الدنيا كلها. من 2008 أنا في الشارع. عايش في الشارع. ولدي مسك ميتلي في اللنقار قدام اللنقار. بالبرد توفى. بالبرد نادي حات كرسي لهنا عيط لي نتاع الكشك هذايا. قال لي شوف راه هز كرسي فما ما يدري واش بيه واش يعمل. خلطت انا خلوت لقيت طالع فوق الكرسي مش يعمل الخيط في كرايم ويعمل ضيقت بيا الدنيا ضيقت بيا وي. حتى واحد 100 فرنك في المكتوب وما عندوش. كنت لابس عليه وبكرهبتي وبمعتني يا ربي يا رب. قهر كبير. كيف اصبحت كيف كنت كيف كنت كيف جيت. شنو حكايتك وشكون انت وشنو تعمل هوني وش... انا اخويا محمد الخياري ودارنا في باردو. شنو قصتك وشنو احوالك؟ جراير مرت البو. جراير مرت البو قصة طويلة. شنو الحكاية تحكي لنا بالديتاي؟ مرت بابا كنت قبل صاحبتي وما عم بش نخطبها. كيفش كيفش انا دخلت الحبس. دخلت الحبس على الشيكات. وقت صارت الحكاية دي بالضبط؟ في 2008. 2008؟ من 2008 أنا في الشارع. من خرجت من الحبس نقام مع عرسها بابا. وقت اللي دخلت الحبس على الشيكات دو رصيد وقتها مازلت صاحبتك ايه؟ مازلت خرجت من الحبس نقا بخمس سنين. ميجيني حالة في الحبس نلقى ولاد حومتي نسالهم يقول لي بوك عرس مراه اخرى بوك عرس مراه اخرى. امك الاصليه وين؟ متوفيه الله يرحمها. هي روحت للدار. كيفاش كانت تحكي دار نلقى اختي صغيره تبوس فيا وتعنق الحمد لله على سلامتك الحمد لله على سلامتك. من بعد خويا نلقى هي في الدار تلقى صاحبتك في الدار. قلت له فاش تعمل لهنا؟ قلت لي ما انا وليت مرت بوك. يا بنت السنة عني بيه. قلت لي ولد. وبوك يعرف اللي هي صاحبتك؟ ويعرف والناس كل تعرف هي كنت صاحبتي قبل. عرس بها بوك. عرس بها بوك. فيش صارت القرابة بين بوك وصاحبتك كيف؟ هي تجي للدار. قبل كنت تجي فيها للدار؟ تجي للدار ما تلقانيش تجي للدار. وين عندي كشكة؟ عمل هكا غالي على الكشك وغالي على الوراق وغالي على الدنيا. فك لي الكرهبة وفك لي الدنيا كل. يعني كنت لبس عليك بكرهبتك وبالكشكو متاعك و... شنو حكيت مع ابوك انت وقت اللي صارت الحادثة؟ خطيبتي قال لي قلت له راني في بيك به بابا. قلت له راني خطيبتي كانت. قال لي حاجة هك هك. شنو صار بعد؟ نلقى معرس به. قال لي راني معرس به كتبت صديق. يا بابا راني متجيش راه الفاز اللي عملته. قال لي توين نحبها. قال لي معاش نجم نسلم فيها. جيب منها ولاد بوك؟ مازال. غير لي على الوراق على الأحوان تاع أمي وغير لي على أوراقي وغير لي على الدنيا كل. وفاك لي الكهرباء. الكهرباء خليتها عنده أنت؟ لتوا الكهرباء عنده. لتوا الكهرباء عنده. وتو تمشي للدار شنو يقول لك بوك؟ يقول لي اخرج علي. اخرج علي وين تمشي؟ هاني في الشارع دي من 2008 أنا في الشارع. نعيش في الشارع. كيفاش تعيش في الشارع؟ هذه تعيش فيها؟ نعيش فيها. تحكي بجدك؟ والله. ورينا البريكة خلينا ندخلوا تفضل. خلي الكاميرات تصور شنو الحالة هذه. هذه طيب في الفطور يا شنو؟
يعني ما عندكش حتى غاز انت؟ بس ما عنديش حتى غاز، ما عندي حتى شيء. عندي نهارين اخذت هالبيت هذي، عندي نهارين كنت في الشتاء والدنيا كل في الشارع. شنو في البرد هذا في الشارع؟ شنو في الشارع؟ البيت في الشارع قدام الانقار، والناس كل تعرفني لهنا. انا عندي ولدي ديجا عرست مرة اخرى، ولدي مسك ميتلي في الانقار قدام الانقار بالبرد توفى. وقتيش هذا؟ عنده طب برسك عامين وهي تصويرته. الله يرحمه ان شاء الله. هذا معناه بيت معاك الصباح تلقاها متجمع في الدبابز، الصباح نلقاها توفى هالدرجة؟ الدرجة بالبرد. وانت وقتيش عودت تحيط؟ ما فيش عرستي بديت تحيط برشا بريود، وتو نهارين هذوما هاي مسكينة تعاني معايا وربي يفرج. والمرأة هذه راضية بالعيشة هذه؟ راضية بالوضع هذا ومعاه؟ مش راضية، متحملة. متحملة بصيف عليه، بصيف عليه متحملة. هذا اخويا هاو ردوا القفصي، هذا اخويا هذا اللي يعطيني في الماكلة، اللي يعطيني في كل شيء. وطوين هالمرأة؟ تلم في الدبابز هاي تو. بعثت هتلم في الدبابز؟ الناس كل اللي تعرف. انا البارح خممت باش نقتل روحي. البارح عملت البارح خممت باش نعمل كوردة. البارح كان ما جاوش زوز صحابي راني مت. وين باش كنت باش تنتحر هوني؟ ثم بلاصه كنت باش ننتحر فيها. عمري 33 سنة، شباب يضاع هكاك، كنت لابس عليه وبكرهبتي وبمعتني يا ربي راني. بوك شنو تحب تقول؟ نقول له بابا ربي يهديك، رجعني حتى نسكن فيك نسكن في معاك، نقول له نسكن معاك ويزيني من هاك تفرج. نقول سامحوا بوك في اللي عملوا فيك؟ سامحوا في كل شيء. نحب نرجع على الأقل نشم ريحة أمي نشم. قدر قاهرة كبير. كيف أصبحت؟ كيف كنت؟ كيف كنت؟ كيف جيت؟ احكي لنا على عملية انتحار كان باش يقوم بها وانت انقذته من الانتحار. كيف؟ والله ايش مش نقول لك، قال فهمتي البارح جيتنا قايب كيف فهمتي، قال استفزوني برشا ويضربوا فيا وهاك تشوف الجاري فيه وين بالبيت. هي البارح عاد فهمتي بحذايا تلفت فهمتي نقا فهمتي جابت كرسي فهمتي ومشى فهمتي. الواحد تحب تمشي تصوره برا صوره نقا هاي من هنا نقا عامل واحد طالع فوق الكرسي حبيش نقرا وليت جبته فهمتي جبت الكرسي منعته من الموت هكا هيك تشوف فيه حاجه. معناك تاخرت دقيقه شوي ينتحر على قاعده فهمني وياك تشوف الوضع وضعك تشوف فيه مسكين يعلم بيك ربي سبحانه. ايش باش نقول لك هيك تشوف اخسر كيفاش مني هذه طيب فيها في الماكله والله طيب. وعنده ساعات يجي عندي واحد صاحبي فهمت يجي صباح بكري يخدم بحذايا لهنا يجي يلقى ذرك بردان يشعلوا شويه حطب باش يسخن فهمت يقعد يوسع باله معاه وياك تشوف تشوف الوضع اخويا. هذاك هي تونس هذاك هي شنو باش هذاك كما هذا يبات فيه لا فم لا تواليت لا فم احمد ربي هو لقى هذا راه ماهوش نتاعو راه تاع الناس هذا يبات في الشارع غير شنو يسمعوا بي برشا عباد نبات لهنا يطردوني. اي واحد يراك هك تسمى نهارين هذوما واحد جاب لي سروال هذا. سامحني كيفاش استفزوك كيفاش؟ يا مسخ يا خامش يا ود حتى باك الغزر باللغه فهمتني نقولوا يحبوا يردوها. وانت يعني على خاطر لبستك على خاطر هيئتك؟ على خاطر هيئتك كيف واحد تفرج لحيته وتفرج وجهه كيف بدري تفرج حالك هاوس بيت. واحد لا يخسر في ساقيه لا يخسر في حوايجه لا يخسر في حد شيء. انا مهما ماذا بي نرجع كيف قبل كيف كنت نبدل حوايجي ومع دارنا لبس عليه وبكرهبتي وبدنيتي. انا التو بابا فكك لي برمي وبتقطع عليه فول التو برمي التو. انت تو شنو رسالتك سوى للسلطه
رسالتك الاخيره للسلطه ورسالتك زيد البوك اللي خليك تعيش الحاله هذه واللي تزوج صاحبتك وخطيبتك بعد ما خرجت من الحبس. نحب بابا يسامحني قدام العباد الكل ونحب اللي يحب الناس كل تغسل اللي بعين الرحم ان شاء الله. تحبوا كيسامك شنو عملت مع ابوك؟ الحق الحق كل حق. ما عملت شيء مع بابا، عملت حتى ردة فعل؟ ما عملت حتى ردة فعل للتو، ردت للتو عندي قديه حاشك ندور في باردو ونمشي دارنا نطل نتعدم الحومه نطل على اخواتي نغزر لهم اختي الصغيره ونغزر اخويا الاخر. اخوك الاخر مش واقف معاك؟ مش واقف معايا حتى هو مسكين معذبه. حكيت لي انك انقذته من الموت في اخر لحظه كان بشيش نقروح. وين بالضبط بشيش نقروح؟ هنا نجاحات كرسي لهنا عيط لي نتاع الكشك هذا قال لي شوف راه هز كرسي فهمتني ما ادري واش يعمل. خلطت انا خلوت نجاح طالع فوق الكرسي مش يعمل خيط في كرايم ويحكي. جبته انا نحي فكيت له الواحد وجبت الكرسي فهمتني هبطته وهزيته لبرا. وقتاش الوقت هذا بالضبط؟ يمسي حكيتي يكون نص النهار هكاك. نص النهار يعني في النهار العباد تمشي وتجي. فهمني؟ منعته وقال لي نتاع الكشك هذا جاري فهمتني؟ قال لي راه طلع عليه ما ادري واش يعمل. هز الكرسي منه. يعني كنت اخرت ممكن ثواني شويه يمكن تصير حكايه ما عادش فما حلول في هالبلاد باش تشنق روحك وتموت. اخويا هذيك يا خويا خاطر ذاقت بيا الدنيا ما لقيت بيا وي حتى واحد 100 فرنك في مكتوبه ما عندوش. شنو رسالتك اليوم للي تبعوا فيك للي شهدوا فيك اخر كلمه شنو تقول لهم؟ الناس كل تعاون ونطلب من بابا سامحني.